الله، بشكرك كابتن، شرفتني ونورتني. طبعا ببقى سعيد معاه وانا موجود مع الكابتن علاء، وطبعا الكلام عن المواجهه الافريقيه لم ينتهي، الكلام في الاهلي الليله لسه مستمر، وفقره مميزه ايضا بعد الفاصل طبعا مع زميلنا المتالق دائما محمد سعيد، عنده طبعا الكابتن احمد جوان او احمد بلال، وهتكون فقره مميزه جدا، والحديث ايضا عن المواجهه الافريقيه المرتقبة. أكيد في تقرير مهم لازم نطلع به، وهو يعني وزير الشباب والرياضة في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي والنقاش حول سبل تمكين الشباب رياضيا. سيادة الوزير قعد وطرح الأمر. طبعا إخواتنا في الإمارات الأشقاء في مباراة تكون مرتقبة مع المنتخب الإماراتي، نفسهم يكون محمد صلاح يكون موجود في هذه المباراة. إن شاء الله كل الأمور تمشي بالشكل المطلوب. تقرير ونرجع نستقبل محمد سعيد والكابتن أحمد بلال. طبعا بتشرف ان اكون موجود النهارده ضيف، وبشكر الدعوه الكريمه من مجلس دبي الرياضي المهندس الكريم مطر. وعايز اقول ان الجائزه في الحقيقه هي لاند مارك بصفتي يعني استاذ في علوم الاداره الرياضيه، ففي الحقيقه شكلت وجدان وشكلت حاله كبيره جدا على المستوى العربي، وان شاء الله نشوفها برضو على المستوى العالمي. اصبح في رواج من الشباب والباحثين دايما بينتظروا ويشوفوا ايه اللي هيقدموه للجائزه من اعمال، وشجعت على شيء مهم جدا الا وهو العنوان وهو الابداع. في الحقيقه الابداع ارتبط دايما بالجنريشنز، ارتبط بالاجيال، الابداع ارتبط بالقدرة والرؤية المستقبلية للدول. الشباب بيشكلوا جزء كبير جدا من هذا الإبداع، علشان كده يمكن الإبداع أصله الإنسان، والإنسان كتلة متكاملة من مجموعة من المتغيرات. اللي بيدرس أو بيشتغل مع الشباب وتطوير البشر لازم يعرف إن في كتلة متكاملة من الجوانب البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية، لازم كلنا أو نشتغل عليها بشكل تكاملي علشان نعمل إبداع، وعلشان نقول التارجتس والأتشيفمنتس بتاع أي موضوع دايما بيرتبط بوضع خطة ووضع موضوع. الخطة يمكن في جوهرها الأساسي بنحطه وعايزين نوصل ليها بشكل ستريت أو بشكل حاطينه بزمن، وحاطينه طبعا زمن مرتبط بالبادجت بلان، لكن التطبيق بيكون مختلف تماما. التطبيق مرتبط بأب هيلز وداون هيلز كتير، بيحصل مشاكل كتير، لكن القدرة على إن أنا أصمم وإن أنا أوصل للي فكرنا فيه ورؤيتنا هو ده التارجت وهو ده الشيء الأساسي يمكن اللي بيوريه اور بلان او البلان ماشي بالشكل ده. لكن الرياليتي مشاكل كتيرة جدا بيتم التعرض ليها، نزول وهبوط وصعود، لكن الإنجاز الحقيقي هو الوصول للهدف والمثابرة بعد كل ده. العالم يمكن مر بثري ويفز، ثري ويفز وثلاث متغيرات أساسية اللي بيها وصل لغاية intelligent everything، وكل حاجة إزاي يوصلها للتفكير والطريقة الذكية. يمكن بدأ بالجزء الأولاني Network Consumers Electronics ببداية الويفنج الأولى في التصعيد الإلكتروني، وبعدين بدأت في الثورة الثانية ثورة Transportation وثورة الصناعة الكبيرة، وبعدين الثيرد ويفز اللي هي بدأت احنا فيها دلوقتي اللي هي Network Everything، كل حاجة بقت كونكتد وكل حاجة شبكة مرتبطة ببعضها، اللي فيها حاجة بنسميها rapidly changing أو التغير السريع في كل حاجة، الأسرع من الأكشن بتاعنا وأيهما أقرب وأيهما سيصل. وفي الحقيقة ده اللي مدي الحقيقة الكبيرة التشالنج والتحدي الكبير، مين أسرع، الإنسان وطريقة تفكيره أم متغيرات الحياة؟ وده بننقله للشباب وبننقله وبنعمل له ربط في التطوير الرياضي بصفة عامة. العالم بقى لما بنقول ان هو قرية صغيرة، هو قرية صغيرة
كله متواصل ببعضه، المعلومة أسرع بكتير من الأكشن اللي موجود، وده لازم نحطه في الاعتبارات لما في مجال الشباب وفي مجال التطوير الرياضي. لازم نبقى عارفين إن الموضوع اختلف، وطريقة حط أو وضع البلانز بتاعنا لازم مرتبط إن احنا كله شايف كله وكله عارف قدرات كله في التنافس. علشان كده لما بنقول الانوفيشنز والابتكار بيرتبط بهذا الكونكتنج وهذا التواصل السريع، فاحنا بنقول لازم كل شيء يكون مرسوم، رؤيتك لازم تكون shaping your own visions، لازم يكون عندنا رسم لطريقة التفكير اللي موجودة أو اللي بنقولها. طبعا لازم الفكرة بتاعتنا تكون تنافسية، لازم يكون الباشنز to make life better، كل الانفعالات اللي موجودة لازم تكون بتؤسس وتؤسس ان الحياة تكون افضل في ظل هذه الرؤية. لازم يكون عندنا افكار جريئة، الابداع من غير الفكرة قابلة للتطبيق والجرأة مش هتكون فكرة ومش هتكون ابداع. لازم يكون في طبعا اصرار ان احنا نوصل للي احنا عايزين نعمله، واكيد لازم يبقى في سرعة ودقة ان انا اوصل للي انا عايز اوصله.